حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قاله العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير واليه المصير اشهد ان لا اله الا الله واحد احد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا سبحانه سبحانه يقلب الليل والنهار يقلب الليل والنهار لتتوبوا إليه بالليل والنهار ولتعودوا إليه بالليل والنهار حيث أنه علم أنكم تعصون الله وتندمون على ذلك ورفع سبحانه وتعالى عنكم الإصر بالتوبة وعلمكم ذلك على لسان أبيكم الأول آدم عندما عصى ربه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة ونبي الشفاعة ونبي الهداية ونبي القرآن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله وارض اللهم عنا معهم يا رب العالمين ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اليوم نودع عام ونستقبل عام وهذا جزء من عمرنا فإن عمرك ارتبط بالزمان والمكان فالمكان والزمان متداخلان وأنت تعيش فيهما وتعيش بهما فأنت جزء منهما فاعلم أنه قد انقضى جزء من عمرك لا تستطيع أن تعوضه أبدا وأنك سوف تستقبل جزء آخر من عمرك لا تعرف ما أنت فاعل فيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نية المرء خير من عمله كيف نودع وكيف نستقبل أفضل ما تودع به جزء من عمرك الندم الندم على المخالفات وعلى التقصير وكلنا مقصر وكلنا مخالف مهما حاولنا فإن أعبد الخلق الذي كان لا يغفل عن ربه حتى حال نومه كان يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك فما بالك وأنت لست بمعصوم فنحن من باب أولى فعليك أن تودع وتستقبل بالندم على المخالفات والتقصير في الطاعات لأنك مهما فعلت فأنت مقصر ولن تدخل الجنة إلا أن يتغمدك الله برحمته ونية المرء خير من عمله فإن الله لو رأى الندم في قلبك غفر لك فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الندم توبة الندم
توبة، لأن الندم فيه اللوم، واللوم أقسم الله به وقال لا أقسم بالنفس اللوامة. فإن الله سبحانه وتعالى قد حبى المسلم بنفس لوامة تلومه باستمرار، تلومه إذا فعل المعاصي وتلومه إذا فعل الطاعات، تلومه في كل حال، تلومه إذا فعل المعصية لأنه تجرأ عليه، وتلومه إذا فعل المعصية لأنه لم يستزد منها أو لم يتأدب بأدبها أو لم يكن في كمال الحال مع ربه أثنائه. فلا ينفك عنك اللوم. ولذا إذا ودعت هذا العام واستقبلت عام جديد، فأفضل ما تودع وتستقبل هو التوبة، والتوبة هي الندم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. هذا آخر نداء لربنا في القرآن من أوله إلى آخره، لم يأتي بعده نداء آخر في سورة التحريم، بعده لا يوجد يا أيها الذين آمنوا مرة أخرى، هو آخر نداء ذكره في القرآن، وكأنه يودعك بكلامه ويترك عندك العهد. فقد أمرك كثيرا في القرآن من أوله إلى آخره: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، وهكذا، حتى أنه أيضا أمرت من خلال يا أيها الناس، فأنت من الناس. ثم بعد ذلك حتى لا تكثر الأوامر فتنساها يأتيك في آخر القرآن ليجمعها لك في كلمة واحدة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. النور هو نور العمل، نور الصلاح، نور العبادة، نور الإيمان، يكون هو النور على الصراط الذي هو على ظهر جهنم. لا يوجد فيه أنوار إلا عملك وإيمانك، بقدر عملك بقدر نورك، وبقدر استمرارك في العمل بقدر دوام هذا النور. فإن كنت متقطعا في الطاعة يتقطع عليك النور، يطفئ أحيانا ويضيء أحيانا، وإن كنت متثاقلا في الطاعة يكون نورك ضعيف خافت، بقدر ضعفك في طاعتك بقدر ضعف نورك، وبقدر قوتك بقدر قوة نورك، وبقدر استمرارك بقدر دوام نورك حتى تنجو. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. لماذا؟ لأنهم رأوا أناس في أول الصراط أضاء لهم نور ثم انطفأ ولم يعود، وهؤلاء المنافقون والعياذ بالله. آمنوا لحظة ثم بعد ذلك كفروا وانقلبوا على عقبهم. فلما رأى المؤمنون هذا المنظر خافوا أن يكونوا مثلهم، فقالوا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فعليك أيها المسلم أن تداوم التوبة في كل لحظة. أنا أقول لك توب في آخر العام واستقبل أول العام بالتوبة. ونبيك كان يتوب في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، ونبيك كان معصوما لا يعصي الله، فما بالك ونحن كذلك على هذه الآية التي أنت تعلمها: والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فعليك أن تندم على ما فات، وأن تقلع عن المعاصي، وأن تسارع في الطاعات، لا تسوف، فإن التسويف هو سم التوبة. الإنسان أحيانا تلوم نفسه ويندم، ولكن لا يقلع عما هو فيه. لماذا؟ يقول غدا بعد غد إن شاء الله إذا أراد الله، فيسوف ويسوف. فإياك إياك من التسويف، لأنك لا تضمن عمرك، وكلما تقدم الزمان كلما كان موت الفجاءة أكثر من موت المرض. ونحن ندرك كثيرا من الشباب وصغار السن يموتون فجأة، يدخلون السرير معافين ليناموا، فإذا استيقظت في الصباح تبحث عنهم تجدهم قد ماتوا على فراشهم دون أن يشتكوا، سابق شكوا. كثيرا ما نرى هذا. إذن الموت قريب إلينا جميعا، ولا أحد يضمن. وإن كان هناك مهلة فالأولى أن تتوب حتى يكون عندك مهلة تطيع الله فيها.
حتى لأن التوبة إن قبلت يعفو الله عما فات، ولكن أنت تحتاج أيضا بجانب العفو إلى كرم الله وثواب عمله وعبادته، فعليك أن تسارع وإياك من التسويف. لا تقل أنا صغير، أنا معافى، أنا عندي وليس عندي علامات المرض وليس عندي علامات الموت، وأمامي الوقت والعمر أتوب إن شاء الله. فأنت لا تضمن دوام النية في زمن كثرت فيه الفتن، وعليك أن تطلع كثير من المسلمين يموتون على غير الإسلام في زمن كثرت فيه التشكيكات والتشككات في المقدسات، زمن الذي يطلقون عليه العولمة، وهو اسم يريده المسيح الدجال أن يطلقه على هذه المرحلة، أي أن يصبح العالم كله مدينة واحدة، ثقافة واحدة، ديانة واحدة، ويا ليتها هي ديانة النجاة بل ديانة الشيطان، ديانة الدنيا التي لا ترى إلا بعين واحدة، إن هي إلا حياتنا الدنيا فقط، عين واحدة تنظر إلى الدنيا ومصالح الدنيا ولا تنظر إلى ما وراء الدنيا. فهم الذين يرمزون إلى العين الواحدة. انظر إلى الدولار تجد عليه هرم به عين واحدة، هكذا هي نظرتهم للدنيا، لا ينظرون إليها إلا بعين واحدة، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. نظرة الشيطان يملي لك ويغريك ويقول ما كان في يدك أضمن، وأنت لا تضمن أن يكون هناك آخرة، فلما تحرم نفسك مما تريد؟ سر على شهواتك كما تريد، وأنا أرقيك وأنجيك وأشجعك وأمدك، هكذا يوسوس لك ويسول لك. فعليك أيها المسلم أن تتقي هذه الفتن، لأن طبيعة الحياة الآن وكل وسائل الإعلام بل وسائل التربية والوسائل الثقافية والوسائل المسموعة كلها تقوم على ثقافة واحدة، وهي المكسب السريع بغض النظر عن طريقة المكسب وتحصيل المراد، بغض النظر عن وسيلة التحصيل، وبغض النظر أن يكون هذا الذي يريده الشرع أو يهداه، فإن الشرع قابل للمناقشة وفهم العلماء للدين قابل للمناقشة، فإن فهمهم ليس لنا حجة، هكذا يقولون حتى المتدين من هذا العصر يناقش علماء الدين ويعتقد أن فهمهم للدين خطأ ويريد أن يأتي بفهم جديد. هذا التلاعب الذي نحن فيه عليك أن تنجو منه وتخلص منه بأن تخلو لنفسك مع ربك كل يوم على الأقل 3 جلسات تخلو بها مع ربك، لا تفتح فيها تلفاز ولا تقرأ فيها صحيفة ولا تطالع أي شيء، بل تخلو بينك وبين ربك، تذكر ربك فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، يعني استعين على فتن زمانك حتى لا تنغمس فيها وتشوشك عن مقصدك الحقيقي، بأن تجلس بين يدي ربك مرة في الصباح ومرة في المساء ومرة في وسط الليل. استعينوا بشيء من استعينوا بالغدوة والروحة، الغدوة صلاة الفجر والذكر بعدها حتى تطلع الشمس، اعتاد ذلك فإنك في أمس الحاجة إليه في هذا الزمان. صل الفجر واجلس في مكانك تذكر الله ولو ربع ساعة ولو نصف ساعة، كل على قدره، واعلم بقدر زيادتك بقدر زيادة نورك يوم القيامة، وبقدر قلتك بقدر قلة نورك، وإذا حرمت حرمت، وأنت عليك أن تختار. تذكر ربك ولو ختام الصلاة المعتاد بعد صلاة الفجر، تصلي الفجر في وقته وتختم صلاة الفجر، فإن أردت أن تزيد في نورك يوم القيامة ويبارك لك في عمرك ورزقك فعليك أن تظل في ذكر الله حتى تشرق الشمس، فإذا أشرقت الشمس قم فصلي ركعتين، يحفظ الله عليك نعمة العافية والبدن والمفاصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن ابن آدم خلق على 60 و300 سلامة، يعني عدد العظام التي خلقت عليها يا ابن آدم 360 عظمة، لم يعدها أحد من العلماء إلا في
التسعة عشر، والنبي سبق كل العلماء ووجدوا العدد كما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لا يعلم العرب ذلك، ولم يعد أحد أصلا عدد عظام ابن آدم إلا مؤخرا عندما نشأ علم التشريح. إن الله خلقك يا ابن آدم على 60 و300 سلامة، وفي رواية مفصلا فلله عليك أن تشكره كل يوم بعدد هذه المفاصل حتى يحفظها لك، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا سبحت الله كانت لك حسنة، وإذا حمدت الله كانت لك حسنة، وإذا كبرت الله كانت لك حسنة، وإذا أمرت بالمعروف كانت لك حسنة، وإذا نهيت عن المنكر كان لك حسنة، ويكفيك من ذلك كله صلاة ركعتين من الضحى. فلو صليت ركعتي الضحى ووظبت على صلاة الفجر حفظ الله لك العافية، فتظل تعبد ربك من قيام ومن ركوع ومن سجود حتى تلقى الله، ولا تتألم بألم الظهر وألم الركبة وألم العظام، حتى أنه كسرت الكراسي في مساجد المسلمين وكسرت المقاعد، حتى أنك في بعض المساجد تدخل تجد الدكك مرتبة كأنها كنيسة من كسرة ألام المفاصل. لماذا؟ لأنه أكثر الطعام ولم يحافظوا على صلاة الفجر ولم يصلوا صلاة الضحى. هذا كله يؤدي إلى زوال نعمة العافية. فإن بركة الأمة في بكورها، اعلم ذلك جيدا، كل من حافظ على صلاة الفجر طول عمره وجد البركة في عمره، والذي لا يشعر بالبركة في عمره هو الذي لا يصلي الفجر في وقته. فعليك أن تودع هذا العام وتستقبل عام جديد بنية جديدة بعزم أكيد أن تصلي الفجر في وقته حتى تحصل بركة الرزق. والكل يشتكي من ضيق الرزق، وبركة الرزق تكون بالبكور، وسعة الرزق تكون بصلاة الركعتين. هذه هي العلاجات النبوية للرزق. وليس العلاج النبوي هو أن تبحث ليل نهار في كل مكان عن وظيفة. والله لو وظفت على ما أمرك به النبي لجاءت الوظائف تسعى إليك وأنت لا تسعى إليك، وجاءك المال يسعى إليك وأنت لا تسعى إليك. إذا أردت أن تبحث على بركة الرزق فواظب على صلاة الصبح وذكر الله، وإذا أردت أن يتسع الرزق فصل رحمك. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يأمر فيه بصلة الرحم أن صلة الرحم من أراد أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه ويوسع له في رزقه، في رواية يبارك ويوسع، فليصل رحمه. يعني إذا أردت أن يطول عمرك في الطاعة، وخيركم من طال عمره وحسن عمله، إذا أردت ذلك أيها المسلم، وأردت مع طول العمر في الطاعة أن يبارك لك ويوسع لك في الرزق، فصل رحمك. صلة الأرحام عبادة من العبادات التي هجرها كثير من الناس في هذا الزمان بكثرة المشاغل وتشويش العصر وما نحن فيه. ثم بعد ذلك صلاة الفجر ضاعت بسبب السهر فيما لا طاقة، السهر فيما لا طاقة. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى يضمن لك صلاة الفجر يقول لا سمر بعد العشاء، لا داعي للسهر بعد العشاء. إذا نمت بعد العشاء طالما لا يوجد هناك عمل ضروري تريد أن تعمله فعليك أن تسرع بالنوم، ولا تشوش نفسك كثيرا بالتقليب بين القنوات الفضائية أو بالنظر إلى شبكة المعلومات الدولية، فالكذب فيها أكثر من الصدق، وحتى الصدق فيها الذي يأتي مشوشا، حتى أنك لا تستطيع أن تميز الصدق من الكذب، فلا تستفيد منها إلا التشويش والصداع. ثم بعد ذلك الكوابيس تنم، ثم ضيع صلاة الفجر. وللأسف أنت تعلم ذلك جيدا، وكل يوم تصحى عليه وهو كأنه إدمان لا تستطيع أن تبطله وتمتنع عنه. ابدأ عامك الجديد بطريقة جديدة، اندم على ما فات من التقصير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى تحفظ دينك ولا تفتن وتموت على الإسلام استعينوا بالغدوة والروحة، الروحة اللي هي من صلاة العصر لصلاة المغرب، أي صلاة العصر وصلاة المغرب وما بينهم، وشيء من الدلجة
يعني في آخر الليل إذا قمت قبل الفجر، إذا نمت بعد العشاء تقوم نشيطا قبل الفجر، فتستطيع أن تصلي ركعتين قبل الفجر أو أن تذكر الله قبل الفجر. وهذه الأوقات أوقات مباركة، فيها الدعاء مستجاب. تيقن أن الدعاء مستجاب، إذا ألهمك الدعاء فقد أجابك قبل أن يلهمك، لأنه كريم سبحانه وتعالى. ولكن المشكلة فيك أنت، لأنك تتعجل وتريد الإجابة على ما تريد لا على ما يريد. ولكن فوض الأمر إلى الله فقد استجاب، وهو يختار لك، والله يخلق ما يشاء ويختار. فعسى ما تلح عليه يكون فيه الضرر، وعسى ما تكرهه يكون فيه النفع، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. عليك أن تودع العام وتستقبل العام بالندم والعزم على عدم العودة للتقصير، ثم استعمال الأدوية النبوية في مغلقات ومواجهة هذه الفتن التي نحن فيها. فكم من مسلم فقد دينه بالرغم أنه كان حافظا للقرآن. كثير نرى الآن نسبة الإلحاد تنتشر بين الشباب، والعيب في الشريعة، والعيب في نبي الشريعة، والعيب في الصلاح، ثم بعد ذلك أيضا يحاولون أن يظهروا الإسلام في صورة عاجزة قبيحة، في صورة شباب لا يفهمون الدين، يقتلون بعضهم البعض، ثم يقولون للناس هذا هو الدين. لا، هذا قبيح، إذن فاتركوا الدين. وكأنها جملة صريحة مريحة فصيحة، يريد لك أن تترك الدين من الأصل، حتى نصل إلى العولمة التي يريدون دين واحد، دين الشيطان، دين الكفر، ودين المال، جمع المال والحطام، دين النساء واللذة والشهوة. هذا هو دين الشيطان، هو يريدك أن يخطفك مما تستفيد به، ويريدك أن تنظر إلى الدنيا بعين واحدة، الأعور الدجال الذي لا يرى إلا الفائدة والمصلحة الدنيوية، أما الأخروية فلا. والمصريون أحيانا يقولون أحيني اليوم وأمتني غدا، المهم مصلحتي. هذه كلها تدل على ثقافة عدم الرؤية الواضحة، ثقافة العين الواحدة، ثقافة النظرة الواحدة للأمور. واعلم أن كل شيء فيه مصلحة قد يكمن فيه السم، والسم في الدسم، فعليك أن تميز، ولا تستطيع أن تميز إلا إذا خلوت مع ربك حتى يوفقك، لأنه ما توفيقك إلا بالله، فاستعن بالله ولا تعجز. فحافظ على صلواتك، خصوصا الفجر والعصر، خصوصا الفجر والعصر. من صلى البردين دخل الجنة، يعني مات على الإسلام. ممكن دخل الجنة معناها إيه؟ مات على الإسلام، لأنك لو مت على الإسلام دخلت الجنة. الجنة محرمة على غير المسلمين، لابد أن تموت على التوحيد. من صلى البردين دخل الجنة، أي مات على الإسلام. والبردين هو الفجر والعصر، ومن وظب على الفجر والعصر كان لبقية الصلوات أسهل عليه أن يواظب عليه، لأن صلاة الفجر تأتي والإنسان تعبان ونائم، وصلاة العصر تأتي وفي نهاية يوم عمل ويكون تعبان وجائع. فإن خالفت نفسك في هاتين الصلاتين وحفظت عليهما حفظ الله عليك دينك، فكلما حفظت على صلاتك حفظ الله عليك دينك. ونحن في زمن من مات على دينه فقد أنجز إنجازا عظيما، لأن كرامة المسلم لا تكمل إلا بأن يموت على الإسلام. فإذا مات على الإسلام قابله الله سبحانه وتعالى بالرحمة، أي بالنبي، الرحمة هنا هو النبي، فيقابلك النبي ويشفع لك ويشفع فيك، ويأخذ بيدك على الصراط، ويقف بجوارك عند الميزان. ولو أدخلك الله النار جاء النبي فمنعك من دخول النار، لأنه هو الذي يقال له اشفع تشفع وسل تعطى. والنبي بأمته رحيم وبأمته شفيق وبأمته رؤوف رحيم، فالسعادة كل السعادة أن تموت من أمة هذا النبي حتى تدخل في زمرته، السعادة كل السعادة. لا تنظر إلى حالك الآن أنك تصلي الجمعة، العبرة بالوفاء، كيف حالك عند الوفاء؟ هل تموت على الإسلام أم لا؟ هذا قابل للمناقشة.
لماذا؟ لأنك رأيت كثير من الناس كان يحفظ القرآن ومات على غير الإسلام، وكان عابدا وفتن قبل موته. رأينا ذلك كثيرا وما زلنا نرى ونسمع، فهل تضمن؟ فعليك أن تواظب على صلاة البردين، من صلى البردين دخل الجنة، وكأن الله يحفظ لك إسلامك في أول النهار وفي آخر النهار، آخر النهار في صلاة العصر وأول النهار في صلاة الفجر. والنبي يقول يأتي زمان يصبح الرجل مسلم ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، فإذا صليت الصبح والعصر كان هذا كأنه ثياب يمنعك من الوقوع في الكفر. ومن صلى الصبح في جماعة كان في ضمان الله، ومن كان في ضمان الله لا يضيعه. إياك أن تضحي بهذه الصلاة الكنز، صلاة الصبح، وبذكر الله قبل الشروق، فإنه كنز لا يدركه إلا المسلم ولا يحصره إلا المسلم. ثم بعد ذلك إياك أن تضيع صلاة العصر، إياك صلاة العصر. من فاته العصر فقد حبط عمله، الحديث كده، من فاته العصر حبط عمله. والعصر يأتي في آخر يوم عمل، وكأن عملك الذي عملته حبط، يعني لا تأتي منه بركة. فإذا أردت أن يبارك لك في عملك، إن كنت دارسا أو صانعا أو زارعا في أثناء اليوم، فاختم يومك بصلاة العصر حتى يبارك لك فيما حصلت وفيما سعيت. كن مع الله على ما يريد يكن معك على ما تريد. إذا حفظت الله في أحكامه حفظك الله في دينه وفي قلبك. سددوا وقاربوا، هذا قول نبيك حبيب الله قرة أعيننا جميعا. العاصي والطائع، كل أمة النبي يحبون النبي حبا أكثر من أنفسهم، وهو يقول لك حبيبك، يقول لك سددوا وقاربوا، أي سدد يعني بقدر الطاقة افعل المعروف وامتنع عن المنكر بقدر طاقتك بالطريقة الصحيحة. والمقاربة هنا يعني بغير إفراط حتى تستطيع تواصل، لا تخنق نفسك فتتفلت منك نفسك، ولكن روحه وفي نفس الوقت سدده، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحب المتعمقون والمتفيهقون والمتشددون. وحد السداد والمقاربة هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، لا تفارقها أبدا ولا تبالغ أكثر منها. واظب على سنة نبيه، كان يصلي الصبح يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم بعد ذلك يسعى في مصالحه ومصالح المسلمين، ثم يصلي الظهر، ثم ينصح للناس، ويصلي العصر وينصح للناس ويذكر الله، ويصلي المغرب ويصلي العشاء، وكان ينام بعد العشاء، وكان يقوم في الليل فيصلي ما شاء الله له من ركعات. هكذا كانت حياته صلى الله عليه وآله وسلم. لا أقول لك قم الليلة وصم النهار طول عمرك، لا أقول لك ذلك، ولكن السداد والمقاربة أن تكون على سنة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه يكره المبالغة. سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وليكن خطتك في العام القادم هذا الحديث، وندمك على العام الماضي أنك لم تعمل بهذا الحديث. وصية نبوية شريفة كريمة تحتاجها أيما حاجة في زمان انتشرت فيه الفتن، وأصبح الإنسان يبيع دينه من أجل عرض من الدنيا. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، ومن بين الوصايا أيضا أن تكثر في دعائك في زمن الفتن: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. كانت دعوة يكثرها النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار، النبي يكررها
حتى نتعلمها منه. فالنبي اصلا الله سبحانه وتعالى في كل لحظه يرقيه، وقد خلقه اصلا نقيا شريفا عليا المقدار. ولكن النبي كان يدعو الله ويتوب ليعلمنا كيف نتوب وكيف نتقرب اليه. فاذا استغفر النبي استغفاره لامته لا لنفسه فهو لم يقصر، فكان يستغفر لنا في اليوم والليله اكثر من 100 مره. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم تعرض اعمالنا عليه، ان كانت خيرا حمد الله، وان كانت شرا استغفر الله لنا. فما زال يستغفر لنا في قبره صلى الله عليه وسلم، ينظر الينا بنظر الرحمه والشفقه فيستغفر لنا. فعليك ايها المسلم في هذا الزمان ان تكثر من قول اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك. فان كثير من الناس اهتزت قلوبهم وخرج الدين منها وماتوا على غير دين. اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك، وهي نفس معنى ايه ال عمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. فعليك ان تواظب على ذلك حتى يتقبل الله منك. ثم عليك ايضا ان تكثر من الاستعاذه من الشيطان ومن فتنه المسيح الدجال، فقد علمنا اياها النبي صلى الله عليه وسلم قبل التسليم وبعد التشهد في اخر كل صلاه، ان تستعذ بالله من فتنه القبر وفتنه المحيا والممات وفتنه المسيح الدجال. فعليك ان تواظب على ذلك، وايضا تواظب على قراءه سوره الكهف كل يوم جمعه او ليله الجمعه، لانها نور بين الجمعتين. نور يعني هدايه بين الجمعتين، وكان الله يحفظ لك نورك يعني ايمانك بها يوم بين الجمعتين. من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو صبيحتها يعني في نهارها كانت له نور بين الجمعتين. هذه الوصفات النبوية الشريفة لو أنفقت فيها كل مالك وعمرك لتحصل عليها من غير فم النبي ما استطعت أن تحصلها ولا عرفتها أصلا. فالنبي فيها الواسطة والنبي فيها المبلغ، وهو أصدق من قال وأصدق من بلغ. فعليك أن تواظب على ذلك ولا تشوش حياتك بالمشوشات الكثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يتوب علينا وعن سائر المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، ووفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا ننزل بك حاجتنا، وإن قصر رأينا وضعف عملنا فتقرنا إلى رحمتك. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين الكحول، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الفجور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأينا وضعف عنه عملنا ولم تبلغه نيتنا من خير واعتوى أحد من خلقك أو خير أنت موفي أحد من عبادك فإنا نرغب إليك فيه، ونسألك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وكما دعوناك لأنفسنا ندعوك لآبائنا وأمهاتنا وأهلنا وذريتنا وأقربائنا وآل بيت نبينا وعلمائنا وذريتهم وسائر المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل الكفرة أعداء الدين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين. اللهم ألهمنا رشدنا وتقبل أعمالنا، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لكل لمحة ونفس عددها وسع علم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن